الله يهملتي بعد الشر عليك يا أختي بعد الشر. مالك يا رشا فيها ايه؟ مالها؟ فيها يا حبيبتك يا حبيبتي اهي. مالها فيها ايه؟ مالك؟ انا مش شايفه يا توها. مش شايفه خالص. مش شايفه يعني ايه؟ فين النضاره؟ بتلبسها برضه مش شايفه. انا شكلي اتعميت ولا ايه؟ والنبي يا اختي ما تقوليش كده عشان خاطري والنبي تلاقيهم شويه حساسيه. يلا على فين؟ رايحين يا اختي المستشفى، خلي بالك انت من العيال. عيال ده ايه؟ رجلي على رجلكم تعالي يا رشا. طب يلا يا اختي. على مهلك يا حبيبي. لا مهلك سندي عليا ما تخافيش على مهلك. يلا يا اختي خير خير ان شاء الله خير. تعالي راسي هتتفتك يا رجاء يا اختي. شديلي عليها يا اختي بعد ما معاك. بقول لك ايه يا حسنيه يا اختي، مش اخوكي شغال في الارزخانه؟ ما تشوفه لي يا اختي يشوف لي العلاج ده احسن. جنبي ابتدى ينقح عليا، دورت على الفوار ده مانيش لاقياه. ان شاء الله اشوفه لك عنده. طب خدي يا اختي حق العلبتين. يو فكرتيني يا حسنيه يا اختي، هاتيلي معاكي شوك بالشمان الحمد احسن اخر حبايه هتخلص مني العلاج. هو انت لسه منافقه السواق؟ والنبي يا اختي من ساعه الطلاق مانيش عارفه انا بعمل ايه. والله لو المدام احسان عرفت ان انت يا بتنجسي العربيه مع السواق بتاعها لا تدوسك بيها. الواحده بتفك عن نفسها وبتتسلى بدل ما هتطق من جنابها. انا لو على كده ما خدتش بالي من روحي هبقى زيه. اوعي يا خوخ، اوعي يا بنتي يا خوخه، اوعي. البنت تعبانه قوي، عينيها خلاص هتضيع وبعد عليها مش هتشوف. يا لهوي. خير يا ساميه؟ في ايه؟ انا مش شايفه اي حاجه خالص، انا عينيا بتوجعني قوي بتوجعني. حبيبتي يا بنتي يا حبيبتي، ما فيش يا اختي دكتور عيون هنا ولا ايه؟ ما انتي عارفه يا ساميه الموجود هنا دكتور نبطش امتياز وكمان بطنه. يعني ايه يا اختي؟ ما فيش هنا دكتور عيون؟ ما فيش مستشفى نظيفه نروحها؟ البنت نار عينها هيروح. طب خد الكارت ده فيه رقم الدكتور وعنوان المستشفى، ده مستشفى نظيف قوي والدكتور كويس قوي. ماشي ماشي. خلي بالك الفيزيتا عاليه قوي. ما يهمنيش. يا توحه انا مش شايفه يا توحه، خليكي معايا انا شكلي هموت. ما تخافيش يا رشا والنبي ما تقولي كده، طرف ايديكي يا اختي والنبي ما تخافي ما تخافيش. يلا يا اختي يلا على المستشفى بسرعه. مشويش نزلي رجلك بشويش. هتعملوا ايه؟ بقولك يا عم معتمد بسرعه وقف تاكس. يلا البنت مش قادره تقف على رجليها. يلا يا بنتي مش خايفه؟ لا يا حبيبتي ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش يا رشا. تعالي يا تعالي يا بنتي. يا عم نور جرى ايه يا راجل؟ على مهلك شويه. ما نمت شويه وانت ساكته. الله، هو انت جرى وراك بهيمه؟ وبعدين هو انت ايه مركب في رجلك برجل؟ بان عليكي بنت نمضه مش بتاعت شغل. لا يا اخويا بتاعت شغل وبجري وراك العيش، انما اجري وراك انت اهو ده اللي جديد عليا، حاجه غريبه والله. اقفلي. شوية علينا. ايه الاخبار؟ عملتوا ايه؟ انا هخرج اشرب سيجاره بره بقى. غور وريحني غور. الدكتور يا اختي بيقول الميه البيضة هي السبب. ان شاء الله تبقى عمليه بسيطه. اللي فهمته يعني ان لو الواحد سنه صغير وعمل العمليه دي بدري يخف على طول يقوم بالسلام. يا رب يسمع من بقك ربنا يا توحة. يا رب. دفعتي يا اختي فلوس كتير؟ ما يهمكيش يا قبر، اهم حاجه بس ان رشا تخف وتقوم بالسلام. دي رشا دي نور عين. ما تزعليش مني يا بنتي، انا قسيت عليكي كتير بس انت شايفه الدنيا قاسيه علينا قوي. والله انا مش وحشه قوي كده بس نعمل ايه؟
بشد عليكي من شدة الزمن فينا. معلش يا قبر، اهو كله بيعض في بعضه وخلاص، كل واحد قوي بيستضعف واحد ويطلع عليه عقده. هنعمل ايه؟ ما عادش حد بيرحم حد، هنفضل كده لغايه اما الدايره تتقفل علينا وما نلاقيش حد نعض فيه. تعرف ان رشا بتحبك قوي اكتر مني؟ ما تقوليش كده، انتي برضو امها وحبيبتها، ومفيش حد بيحب حد اكتر ما بيحب امه. الام دي اغلى حاجه في الدنيا، يا رب يخلي الامهات اللي في الدنيا كلهم وما يحرمش حد منهم. الله يرحمك بقى يا امه. لا والله دي بتحبك قوي، ده اليوم اللي انتي بتباتي فيه بره بتقعد تحلم طول اليوم وتنده عليك، فينك يا توحة فينك يا توحة، تعالي يا توحة. دي رشا دي الحاجة الحلوة اللي في حياتي، ساعات بحس كده ان الدنيا ملهاش طعم من غيرها. تعرفي المعفن معتمد دوت ما يقدرش يشرب المدعوق بتاعه قدامها؟ هو بيستعطى حاجة؟ يا اختي يا اختي. بيستعطى ايه المنيل بقى؟ افيون. هترني بقول مجنون وهربانة منه، هربان من الخنكة. انا عارفة انتي طايقاه ولا مستحملاه ازاي. ما انا بدعي يا اما ربنا يهديه يا اما ربنا ياخده واستريح منه بقى. لا ان شاء الله ربنا ياخده قبل ما يهديه باذن الله. يا رب يا رب يا رب يا اختي. تفتكر رشا هتخف؟ يا رب ان شاء الله يا ابلة، باذن الله باذن الله يا رب. ملناش غيرك يا رب. هيا يا اختي. طمنينا يا اختي. البنت كويسة الحمد لله، والدكتور بيقفل الجرح دلوقتي. طب الحمد لله. طب نقدر نشوفها؟ توحة، هلا هلا والله يا توحة، هلا شرفتي يا توحة. أنا نسيت الطرحة بتاعتي يا شيخ، قلت يعني أجي أخذ الطرحة وأشوفك لو محتاج حاجة أعملها لك. والله والله إني قلت بيني وبين نفسي لا يمكن توحة تخذلني. اتفضلي اتفضلي يا توحة اتفضلي. هلا 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 يا توحة، هلا 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 يا توحة، هلا. الله الله، أبو الكوامل صديق اللحظات العصيبة. الليلة الليلة. ألو أخوي أبو الكوامل، الحقني. لا لا لا، ما أبو شيء، الحقني بالأمانة اللي خدنا منها المرة اللي فاتت. هي هي نفسها. يا ابو الكوامل عملت عمايل. يلا يلا وحياة ابوك ما تتاخر علي، انا ملهلب يا ابو الكوامل. مع السلامه يا اخوي. ليلة 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 يا ليلة. انت بتستهبلي؟ ايه اللي جابك هنا من غير ما اقول لك؟ يا باشا انا كنت جاي اقول لك على اللي حصل. ومين قال لك تعملي كده؟ انا قلت لك تعملي كده؟ قلت لك تفكري من دماغك؟ يعني بينا ما عملتش حاجه غلط. الله، انا هنا اللي اقول الغلط والصح.